تكون معانا النهاردة إن شاء الله مهندسة إسلام مناع ومهندسة إيمان مرعي، هيكلمونا بشكل تفصيلي ومبسط عن أدوات جميلة، وأهم حاجة إن هي متاحة مجانا لتصميم وإنتاج فيديوهات تعليمية، وده هيكون ضمن مبادرة الـ OER. أهلا وسهلا بيكم، اتفضلي مهندسة إسلام ومهندسة إيمان. أهلا وسهلا دكتورة سارة. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. السلام عليكم. إزاي حضرتك يا دكتورة سارة؟ إزاي أهلا. حضرتك؟ إزاي حضرتك يا الحمد لله تمام. مروة وإيمان وجميع الدكاترة؟ كل سنة وحضراتكم طيبين. كل سنة وأنتم وأنت طيبين طيبة يا رب. بالصحة والسلامة. كلنا متشوقين النهاردة نشوف الطرق اللي احنا نقدر نعمل بيها الفيديوهات الجميلة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بداية كده أنا يشرفني ويسعدني أكون متواجدة مع حضراتكم النهاردة، وبشكر دكتورة غادة على إنها وفرت لي الفرصة دي. والورشة بتاعتنا النهاردة بإذن الله ضمن مبادرة 100 مورد تعليم مفتوح في 100 يوم. أتمنى كده بقى إيه إن أي دكتور يشارك معانا يرفع الـ OER بتاعه على الويب سايت بتاع oerwiki.mina. النهاردة بإذن الله اللي هنتكلم عنه أول حاجة البيداجوجيكال فيديوز، تمام، هنعرف هي إيه، وبعد كده هنتكلم عن how to manage the cognitive load بتاع الفيديو، بمعنى إن أنا إزاي أقدر أتحكم في المعلومات الموجودة جوه الفيديو عشان الطالب يقدر يستوعبها. وبعد كده هنتكلم عن نقطة تانية اللي هي إزاي أخلي الفيديو بتاعي ممتع وشيق للطالب، يبقى فيه engagement بينه وبين الفيديو. وبعد كده هنتكلم عن ازاي اخلي الليرنينج عن طريق الفيديو اكتيف ليرنينج، مش وان واي، يعني مش مجرد ان الطالب يتفرج بس على الفيديو، لا انا عايز يبقى فيه مشاركه من الطالب معايا بعد الفيديو. واخر حاجه باذن الله هنتكلم عنها هي التولز اللي هنعمل بيها الفيديوز، وهناخد حاجات عملي باذن الله. اول حاجه الفترة الأخيرة طبعا في ظل ظروف كورونا واللي حصل، أغلبنا دلوقتي بقى يتعامل مع مايكروسوفت وبقينا بنتعامل أونلاين وبندي كلاسز أونلاين، فالفيديو بقى عامل أساسي جدا في عملية التعليم والتعلم، سواء بقى كنت بعمل فليبد كلاس روم أو بقدم بليندد ليرنينج اللي هو شوية مع الطالب وشوية أونلاين أو أونلاين كلاسز، فالفيديو بقى عامل أساسي في التعليم. طيب عشان اقدر اوصل الفيديو ده للطالب باحسن صوره، ايه اللي المفروض ان انا اعمله؟ الصوت واضح يا دكاتره؟ تمام. تمام. عشان ايوه واضح. تمام. عشان اوصل الفيديو بتاعي بطريقه كويسه واحسن من الاوتبوت اللي هيوصل للطالب وان الفيديو يوصله بصوره كويسه، المفروض ان انا اراعي 3 نقط اساسيه. اول حاجه ان انا اعمل مانجمنت للكوجنيتيف لود بتاع الفيديو، يعني اخلي الطالب المعلومات اللي جوه الفيديو يقدر يستوعبها، توصل للادراك بتاعه، توصل للذاكره بتاعته. تاني حاجه باذن الله هنتكلم عنها ازاي ازود ان الانجيجمنت بتاع الطالب مع الفيديو، ان الطالب يبقى مندمج معايا في الفيديو. وبعد كده المفروض ان احنا نراعي ايه؟ ان احنا نخلي الليرنينج عن طريق الفيديوهات اكتيف ليرنينج، مش مجرد ان الطالب بيتفرج على فيديو وخلاص كده، لا انا عايزاه يبقى اكتيف ليرنينج تو دايركشنز، الطالب بيتفرج على الفيديو بعدها يبقى فيه انتر اكشن بيني وبينه. اول نقطه اللي هي ازاي اعمل مانجمنت للكوجنيتيف لود، هو الموضوع ده فيه ابحاث كتير جدا جدا عنه، وفي حاجه اسمها كوجنيتيف لود ثيوري، في حاجات كتير جدا، بس انا جبت لحضراتكم خلاصه الخلاصه في الموضوع، يعني بمعنى هقول لحضراتكم مثلا احنا ممكن نعمل كذا وكذا وكذا، فنظبط نعمل مانجمنت للكوجنيتيف لود بحيث ان الطالب يطلع باقصى استفاده، يعني جبت لحضراتكم الخلاصه اللي المفروض احنا نعملها. زي ايه مثلا؟ يعني انا عشان اوصل المعلومات للطالب بصوره كويسه وما يبقاش في معلومات كتيرة جدا أو حمل كبير على ذاكرة الطالب بحيث إنه ينسى، لا أنا هخليله حاجات واضحة قدامه في الشاشة بتاعة الفيديو، زي مثلا إن أنا أحط له
keywords على السكرين، فبالتالي الذاكرة عنده تسترجعها وتفتكرها بسهولة. أعمل له هايلايت للحاجات المهمة، تمام؟ أغير الألوان، ما خليش لون واحد للحاجة المهمة، أعمل تضاد، أعمل كونتراست عشان يعمل إيه؟ تأكيد على المعلومة اللي أنا عايز أثبتها في دماغ الطالب. وطبعاً أهم حاجة إن المعلومات بتاعتي جوه الفيديو تبقى مترتبة، يعني لما أجي أعمل فيديو لازم إن أنا الأول أكتب سكريبت الفيديو وأنظم المعلومات وأرتبها، وبعد كده أبدأ أطبق بقى العملي اللي أنا هعمله عشان في النهاية يطلع لي الفيديو حاجة مفيدة للطالب ويوصل لأقصى استفادة منها. تاني نقطة المفروض إن أنا أراعيها لما أجي أعمل فيديو، اللي هي أخلي الفيديو بتاعي ممتع ويشد الطالب، يندمج معاه، مش مجرد إن الطالب بيتفرج بس على الفيديو. الكلام ده أقدر أعمله بكذا حاجة، زي مثلا إيه؟ امبارح استاذه مروه مشكوره اتكلمت عن الفيديوهات والمعايير بتاعتها والحاجات دي. انا بس ايه هفكر حضراتكم كده بكام نقطه مهمه منهم، دي هتخلي الطالب مندمج معانا وهنزود عليهم كمان كام نقطه. زي ايه؟ زي انا عندي ليسون طويل مثلا، الليسون ده عشان انا اعمله فيديوهات ما ينفعش احطه كده بلوك مره واحده، فيديو ساعه ساعتين، هيبقى ايه ممل للطالب والطالب هينام مني، مش هيبقى ممتع ليه ولا هيشده. فالمفروض ان انا الليسون بتاعي ده فيه توبكس، هقسم الليسون لتوبكس، كل توبك اعمله فيديو مستقل. ممكن مثلا لو الفيديوهات مرتبطه ببعضها اخليهم سيريز ورا بعض، بلاي ليست كده ورا بعض، كل فيديو مدته ما تزيدش عن 6 دقائق، بحيث ان هو الطالب ما ينلش مني ويبقى مندمج معايا. لما اجي اتكلم في الفيديو اخد بالي من حاجه مهمه، ادخل الطالب بتاعي في الفيديو ازاي؟ يعني اكلمه، اوجه له الخطاب اللي انا بتكلمه مثلا. يعني زي مثلا انا دلوقتي بدرس للطلبه بتوعي مثلا جافا لاب مثلا بروجرامنج، فهقول له لو سمحت افتح اللابتوب بتاعك وافتح البرنامج اللي هنشتغل عليه، بوجه له خطاب ليه كانه قاعد قدامي بالظبط، فيحس ان هو معايا في الفيديو، انا مش بتكلم بقول الحاجة كده ازاي او في المطلق، لا ده انا بوجه لك الكلام عشان تصحصح معايا وتركز معايا. الكلام بقى، الكلام فيه كذا حاجة، يعني وانا بتكلم المفروض يبقى فيه تونيشن، ماشي، ما يبقاش الصوت عالي على طول ولا واطي على طول. سرعة الكلام المفروض تبقى يعني الى حد ما سريعة عشان خاطر هو مش قاعد قدامي، تمام؟ فلما الكلام يبقى سريع نسبيا مش سريع جدا، الطالب هيفوق معايا، بدل ما بتكلم بهدوء والدنيا يعني ايه السرعه بطيئه فالطالب هينام. لا، انا احاول ان انا ايه اتكلم بسرعه نسبيه معقوله بحيث انها توصل للطالب المعلومه، وبرده ما ينفعش بسرعه جامده عشان ما فيش معلومات تقع منه. والتون بتاع صوتي لازم يبقى فيها حماس عشان توصل له اللي انا عايزه اقوله. حاجه تانية مهمه برده، زي ايه؟ زي لما اجي انا اتكلم مثلا عن وجهه نظري، فهقول له ايه؟ هتكلم بنفسي، اقول له انا وجهه نظري كذا، انا شايفه كذا، فبالتالي يحس ايه؟ ان هو قاعد قدامي، يبقى مندمج معايا في الفيديو، الفيديو بقى حاطه فيه لغه خطاب انا انت، فبالتالي هو يتشد للي انا بقوله في الفيديو. في برضو حاجه مهمه جدا وبتخلي الطالب يتشد الفيديو، يحس ان الجزء اللي جاي ده مثلا مهم وعايزه يركز فيه. زي مثلا انا جزء بحبه في الحاجه اللي انا بشرحها في الفيديو، هقول ايه؟ انا بحب الجزء الجاي ده جدا، الجزء ده ممتع جدا، الجزء ده هيعجبكم قوي. الحاجات دي بتخليه يتشد انتباهه ليا ويركز معايا اكتر، ويبقى فيه انجيجمنت بين الطالب وبين الفيديو. طيب اخر نقطه بقى المفروض اراعيها لما اجي اعمل فيديو، ايه هي؟ ازاي اخلي الليرنينج اكتف؟ يعني انا دلوقتي الطالب قاعد في البيت وبيتفرج على الفيديو، ازاي اخلي الليرنينج مش مجرد ان هو قاعد متلقي بس، لا ده انا عايز ايه؟ عايز يبقى فيه اتصال بيني وبينه، يبقى فيه انتر اكشن. ممكن عن طريق كذا حاجه، تمام؟ ممكن ان انا وانا بتكلم في الفيديو اساله اسئله، يعني مثلا قول لي كذا ده يبقى ايه، وانا مستنيه اجابتك في الكومنتس تحت على الفيديو، وبعد كده ارد عليه على الكومنتات. يعني هو رد مثلا، اشوف الطلبه اللي ردوا وارد عليهم، اه صح، اه نتناقش في الموضوع. يبقى كده بقى في ايه؟ تو ويز، هو بيسمع وكمان بيرجع ايه؟ يرد عليا.
تاني حاجة ممكن أعملها، ممكن إن أنا أعمل إيه؟ أنا مثلا بدي المحاضرة بتاعتي على تيم زي دلوقتي، أسيب له أساينمنت على تيم مثلا، أو أدي له جوجل فورم فيها إكزام، أو على الموديل، أو وات إيفر الوسيلة اللي أنا بتصل بيه معاها، أيا كانت الوسيلة. بعد ما أخلص الفيديو أديله أساينمنت أو أديله كويستشن على الفيديو اللي إحنا أخدناه، بحيث إن هو إيه، أشوف أنت وصل لك إيه، الطلبة طب فهموا إيه من الفيديو، الدنيا تمام، يجي لي فيدباك، وهم كمان الموضوع يثبت في دماغهم. الفيديو بتاعي اللي مدته 6 دقايق ده برضو أنا ممكن أقسمه جواه، أقسمه لنقط جوه، أخليه توبكس جوه، يعني هو توبك واحد مثلا بس جواه كذا نقطة، مش هيبقى حاجة واحدة على بعضها، فأقسمه تشابترز، وكل جزء من دول أتأكد إن أنا سألت الطالب سؤال فيه، بحيث إن أنا أتأكد إن المعلومة اللي في التشابتر ده وصلت للطالب، وفي نفس الوقت يبقى الفيدباك بتاعه الإجابة وصلت لي، هو فهم كويس، ما فهمش كويس، كده بقى أكتيف ليرنينج. طيب أهم حاجة بقى، أهم حاجة إن هو يعمل أبلاي للكونسبت، يعني إحنا دلوقتي عملنا الفيديو تمام وسألته واتضح لي إن هم فاهمين. طب زي مثلا أنا دلوقتي بشرح حاجة معينة في اللاب بتاعي، في الأونلاين كورس بتاعي، ودي عملي محتاجة إن هو يطبق عليها، زي مثلا المثال اللي قلناه الأول، أنا دلوقتي بشرح بروجرامينج لانجوج، فهدي له بروبلم عليها، أقول له لو سمحت حل لي ده، طلع لي الأوتبوت بتاع الكلام ده، واشوف بقى الاساينمنت بتاعته ده تطبيق على اللي احنا خدناه، يبقى مش مجرد ان هو جاوب اسئله نظريه بس، لا ده كمان طبق عملي على اللي احنا اخدناه في الفيديو. يبقى كده احنا اتاكدنا ان الفيديو وصل للطالب اقصى استفاده. تمام؟ وطبعا بعد ما نخلص بقى هستنى من حضراتكم كده في الشات، كل واحد يقول لنا مقترحاته، يعني مثلا لو حد طبق حاجه مثلا، عمل فيديو وشاف ان عمل حاجه معينه شدت الطلبه، جذبت انتباههم اكتر، زودت الاستفاده من الفيديو، يا ريت يفيدنا بيها عشان باقي الزملاء يستفيدوا هم بيعملوا الفيديوهات. تمام؟ نيجي بقى للجزء اللي هو هنتكلم فيه عن العمل، الحاجات اللي بتعمل فيديوهات، tools for making videos. زي ايه؟ في حاجات كتير جدا جدا جدا، حاجات منها بفلوس تمام، في حاجات فري. النهارده هنتكلم عن الحاجات الفري، في حاجات اونلاين وفي حاجات داونلودبل بتنزل على الديسكتوب، ديسكتوب ابلكيشن، واقدر انزلها من لها سيت اب وبعدين اشتغل عليها اوفلاين. طيب لو اتكلمنا عن الفري اونلاين تولز زي ايه، في ويب سايتس كتير جدا جدا جدا، انا يعني ذكرت لحضراتكم منها هنا كام مثال كده. في ويب سايت اسمه انيمايز تمام، واللينك بتاعه جنبه، اي ويب سايت حطاه حط اللينك بتاعه، انيموتو، بيونسي، ريندر فورست طبعا، وفي اكتر من كده بكتير جدا، في حاجات كتير جدا للاونلاين تول. طيب انا اخترت لحضراتكم النهارده من الاونلاين تول، تول واحده بس اللي يعني هنتدرب عليها سوا كده، هنبص عليها سريعا، ويب سايت اسمه ريندر فورست. طب ليه اخترت ريندر فورست؟ بعد اذن حضرتك انا اسفل المداخله، ولكن انا مش شايفه البرزنتيشن ومش فاهمه ليه، يعني مش عارفه ليه مش شايفاه. هي مش واضحه عند حضراتكم كلكم؟ انا مش شايفاها خالص. اي واضحه عندنا، واضحه. لا زهره تمام، ممكن تكون مشكله انترنت كونكشن يا دكتور، طالما ظهر عند الناس. هحاول يا باشمهندس، هحاول، شكرا. ليه اخترت الريندر فورست؟ الريندر فورست ده بلاتفورم واحد في حاجات كتير جدا اقدر اعمل منه different kinds of media. في ايه؟ في ان انا اعمل اللوجو بتاعي، هو اول ما ندخل على الريندر فورست هنلاقيه حاطط فيديوهات تعريفيه عن كل حاجه تمام، بيشرح لنا الويب سايت اصلا بيعمل ايه وكل حاجه جوه بتعمل ايه. في ان انا اقدر اعمل اللوجو بتاعي، يعني انا دلوقتي مثلا عايز اعمل مثلا سي، عايز اعمل بيزنس بتاعي، فعايز اعمل له لوجو، في جوه لوجوهات جاهزه مجرد ان انا بس هغير الاسم، واقدر بعد كده اعمل داونلود للوجو ده واستخدمه، اخد اللوجو ده احطه في فيديو تمام، وارفعه اعمل بيه دعايه لنفسي، زي مثلا هعمل كورسات، مثلا كورسات بفلوس للطلبه،
عشان اعمل دعايه لنفسي محتاجه ان انا مثلا اعمل لوجو للماده والاسمي وكده، وبعدها ادخل اللوجو ده في فيديو اعمله دعايه وانزله على اليوتيوب بقى، انزله على وات ايفر. متاح كمان عنده الموكابس، اللي هي ايه الموكابس؟ اللي هي حاجات دعائيه، زي مثلا ان انا اطبع اللوجو بتاعي على تيشيرت، اطبعه على مجات، على ورق، اشوف شكله هيبقى ايه لما يتفتح من الموبايل. كل ده موجود في الويب سايت ده. خلصت كده وعايزه، طب انا عايزه اعمل ويب سايت بتاعي، موجود فريند فورس ان انا اعمل الويب سايت بتاعي واعمل الديزاين بتاعه كامل. اقدر كمان ان انا اعمل حاجات جرافيكس كتير عن طريق الريندر فورس. اقدر ان انا اعمل زي مثلا بوسترز دعائيه، اي حاجه متاح ان انا اعملها. في عنده تمبلتس جاهزه وانا باخدها بغير فيها حاجات واشكالها كويسه ومتقسمه مجالات جوه. لو عايز اعمل اي حاجه من دول تمام، مجرد انا هروح لبلاتفورم واحد، مش هفضل ادور بقى، مش هفضل الف على كذا ويب سايت تاني. ميزه تانية ومهمه جدا 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 في الريندر فورس، اللي هي ايه؟ بيسبورت ميني لانجويجز بما فيهم العربي. نادرا ما بنلاقي حاجه بتسبورت العربي، دايما بنلاقي الانجليش ده بيسبورت عربي وفرنش وبرتغالي وكذا لغه، مش لغه واحده. فعشان كده اخترت لحضراتكم الريندر فورست. طيب اللينك بتاع الويب سايت اهو تمام، حطها لحضراتكم في البرزنتيشن. يلا بقى بينا نبدا الجزء العملي. ده شكل الويب سايت، كله كده شايف يا دكاتره؟ الدكتوره اللي كلمتني اللي كان عندها مشكله السكرين واضحه عندها. امين يا دكتور، غيرت الجهاز، شكرا لحضرتك. تمام. شايفين شكل الويب سايت؟ هوري لحضراتكم الاول اللغات اللي متوفره في في الويب سايت. تمام، شايفين في لغات كتير جدا طبعا. اول ما بندخل على الويب سايت المفروض ان احنا بنعمل ساين اب. انا هنا اسمي مكتوب لان انا عملت ساين اب. تمام، اول ما بندخل ساين اب عادي جدا زي اي حاجه بنعملها، بندخل ايميل وبنكتب باسورد، هو بيبعت لنا ايميل تاكيد على الايميل اللي احنا دخلناه، بندخل منه كده خلاص عملنا الاكونت بتاعنا. سيمبل يعني، حاجه بسيطه. طيب نجرب كده الاول، هوري لحضراتكم حاجه. انا هشغل فيديو التعريفي حته صغيره بس منه كده، واللغه انجليش. فيديو التعريفي بالويب سايت. بس بيداونلود. هنلاحظ كل، يعني هو الفيديو التعريفي بالويب سايت في كل لغه باللغه بتاعته. يعني مثلا ده بالانجلش، هنسمع حته صغيره بس. Meet Onyx, a popular video blogger. Buffy, an enthusiastic. تمام؟ لو جينا سامعين الصوت بتاع الديسك توب يا دكاتره؟ ايوه باشمهندس. تمام، لو جينا عملنا اللغه العربيه تمام، الفيديو التوضيحي بقى بالعربي. التقوا بأونكس، مدون فيديوهات معروف. بافي محب شغوف بالطعام. وده بقى ينطبق على الويب سايت في كل حاجه. كل حاجه جوه اختار اللغه اللي انا عايزاها، وبناء على اللغه الحاجه اللي جوه هتظهر لي بيها. يعني انا دلوقتي مثلا سي الماده بتاعتي باللغه العربيه وعايزه اعمل فيديو باللغه العربيه، الويب سايت ده هيوفر لي الكلام ده، غير مثلا تولز تانية كتير كل ما اجي اكتب فيها العربي نلاقي الحروف اتعكست والدنيا باظت وما طلعش مظبوط زي ما انا عايز، ما ادانيش النتيجه اللي انا عايزاها. فالويب سايت ده بيسهل لنا الموضوع ده قدامنا، ان احنا نتعامل بالعربي، اللي عايز فرنساوي عنده فرنساوي. تمام؟ طيب ايه اللي الويب سايت ده بيعمله؟ تمام؟ الويب سايت ده ممكن يعمل لنا لوجو، ممكن يعمل لنا فيديوهات. احنا موضوعنا النهارده هنتكلم عن الفيديو، هعمل فوكس على الفيديو. بس كنت حابه اوري حضراتكم كده، يعني انا لو سي مثلا عايزه اعمل لوجو سريع كده على الويب سايت ده باسم اديب مثلا، هعمل ايه؟ لما اجي ادخل جوه لوجو اي حاجه هدخل عليها هلاقيه مقسمها لي كاتيجوريز كده،
انت اللوجو بتاعك عايزه الايه؟ نيتشر وحط لك حاجات تحته، ولا عايزه السبورت، ولا عايزه كامينج، ولا عايزه انيمال، وات ايفر الحاجه اللي انت عايز اللوجو يعبر عنها تقدر تختارها. تمام. سي مثلا لو اخترنا كده ايه، انيمال مثلا، اول بوما، نشوف كده هنلاقي حطلنا تحت الانيمال ده، بس هنلاقي حطلنا كذا حاجه، كذا شكل اللوجو، شكل الانيمال اللي انا اخترته. تمام. الشكل اللي يعجبني منه، يعني زي مثلا ده عجبني، هفتحه وعايزه اعدل فيه. التعديل فيه، تمام، ادي التكست اهي، انا عايزه اعدل في التكست، هقف على تكست هلاقيها مكتوبه هنا، هقف كده وهمسح عادي خالص واكتب اللي انا عايزاه. زي مثلا هكتب اديب، يونت، عايزه احركها، احركها كده، تمام، عايزه اغير الكالر بتاعها، هغير الكالر من هنا، اختار اللون اللي يعجبني. طب زي خلاص كده انا عجبني الموضوع كده واللوجو كده، تمام، هعمل ايه؟ هضغط على كلمه داونلود، في تحت هنا كمان تكست اقدر اغيرها، اقف عليها كده وعلى تكست وغيرها من هنا. يعني لو مثلا خلينا دي الكسندريا يونيفرسيتي، شوربه ومكرونه ورز وكفته. نستأذن حضراتكم بس المايكات تتقفل. تمام، احنا كده عدلنا خلاص. عايزه انزل بقى اللوجو ده بحيث يبقى عندي استخدمه بعد كده زي ما انا عايزه. هعمل داونلود، هلاقيه ظهر لي كذا اوبشن. اول اوبشن منهم اللي احنا هنستخدمه الفري. هو بيقول ان الفري لو كواليتي بي ان جي، وما ينفعش استخدمه في حاجه كوميرشال، يعني ما اقدرش استخدمه نون بروفيت يوسج، يعني هستخدمه استخدام شخصي. تمام، عايز بقى هاي كواليتي، كل حاجه باوفر مختلف عن الثانيه. احنا بالنسبه لنا كافي جدا فري. تمام، وعلى فكره الريزولوشن بتاعه كويس، يعني مش لو كواليتي للدرجه يعني. فهنزل كده، هعمل داونلود. هاجي هنا هيفتح لي البيج اللي فيها شكل اللوجو، وبعدين هنا الداونلود، هضغط داونلود، هعمل سيف، هلاقي اللوجو بتاعي فتح، نزل عندي، اقدر استخدمه. ده شكل اللوجو بتاعي. تمام، الريزولوشن بتاعه معقول، اقدر ان انا استخدمه في اي حاجه. طيب عايزه ارجع بقى للموضوع الاساسي بتاعنا اللي هو كرييت فيديو. الفيديوز هنا اللي موجوده على الويب سايت كتير جدا 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 زي ما حضراتكم شايفين، يعني في انيميشن فيديو، في انتروز ولوجوز، في سلايد شو، وكل حاجه تحتها حاجات كتير، وكل واحده من اللي موجودين دول تحتها سينز كتيرة مجانية موجودة، اقدر ان انا استخدمها واعمل ادجستمنت ليها، اغير التكست، اغير فيها زي ما انا عايز، واريبليس الايمجز اللي موجودة، ايفن ان انا ارفع فيديو حتى جواه. في حاجات كتير جدا 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 زي ما حضراتكم شايفين كده. زي مثلا لو جربنا ناخد 3D، يعني لو جربنا 3D نشوف شكل 3D كده فيه. طبعا الباقي كله نفس النظام، مفيش فرق يعني. جربنا حاجة هنلاقي الباقي شبهها. عشان أبدأ أعمل الفيديو بتاعي اللي أنا هعمله، هضغط على Create Now، بعد ما أدخل على التول كيت اللي أنا اخترتها هضغط على Create Now. تمام، هيفتح لي البيج دي. فيها إيه؟ فيها Add Scene، ده لو أنا عايز أعمله From Scratch، وده اللي هنعمله دلوقتي. او ان انا لود بريسيت، في عندي حاجه جاهزه وانا هرفعها وهعدل فيها، او ان انا اصلا اقعد اكتب السكريبت بقى من الاول. تمام،
وهو يعمله لي. طيب لما بختار الحاجة كده عشان أبدأ فيها هضغط على كرييت. هلاقي الدنيا منظمة جدا جوه البرنامج، يعني هلاقي حاطط لي يعني عايز تتفرج على كل حاجة مع بعضها، ولا عايز تشوف امتى، يعني انت عايز ترفع فيديو هيديني بقى الفيديو هولدرز، دي الأشكال المتوفرة عندي كل حاجة من دول، ادي فيديو هولدر. انا اللي هعمله بس ان انا هرفع هعمل ابلود للفيديو من عندي من على الجهاز وارفعه هنا. تمام، دي كده اشكال الفيديو هولدرز. طيب لو انا مثلا قلت عايزة مثلا اخد ده هقف عليه وهضغط على insert. دخل عندي هنا كده. تمام كده بدأ بداية تكوين الفيديو بتاعي، هيتقسم سينز، ادي اول سين اللي انا دخلته. طيب انا عايزة ارفع الفيديو، هعمل ايه؟ هعمل اد كده، وهو موريني الاوبشنز بتاعت الاد، يا ارفع من عنده هو، يا عندي يو ار ال الفيديو هحطه. تمام، او انا هعمل ابلود. المايك لو سمحت يا دكاترة. زي مثلا الفيديو ده اللي انا عايزاه، فهعمل كده اوبن، هيجيب لي بقى ايه الاوبشنز بتاعت الفيديو. عايزين نخلي الميوزك بتاعت الخلفيه بتاعت المشروع، هو كده كده بيحط لنا ميوزك في الخلفيه، عايزين ولا لا؟ انا لغيتها مش عايزاها. الفيديو ميوزك عايزها قد ايه؟ يعني انا اقدر عندي الفيديو مثلا انا مصوراه في معمل او في غيره، واقدر احط له خلفيه موسيقيه بسيطه وراه من هنا، وبختار في عندنا اوبشنز كده نختار كذا كذا صوت يعني. وعندنا ان احنا نتفرج على الفيديو، اتفرج على الفيديو بتاعك اهو. تمام خلاص اتفرجت. تمام ما تلفتش انا عايزاه وكده راح عامله دن. اللي هيحصل ايه؟ في السين الاولاني ده هيبدا يحمل بقى، يعمل ابلود للفيديو ويرفعه لي، هيظهر جوه شاشه الكمبيوتر دي الفيديو اللي انا حطيته. تمام، لما يخلص تحميل اقدر ان انا اضيف سينز تانية. يعني لو ضغطت كده ماشي، في عندي بقى images، في logo animation، في image holders. يعني لو بصينا كده على image holders، عايزة الimage تاخد السكرين كلها ويبقى تحتها text مثلا، ده متاح في الاشكال دي، والايمج نفسها بتتعرض بشكل معين. يعني لما نقف على الحاجه اللي احنا عايزينها بيظهر لنا شكل الانيميشن بتاعها، ده الشكل اللي هتتعرض بيه الصوره ايا كانت اللي حطها. تمام، زي مثلا ده عجبني عايز احطه السين الثاني في الفيديو بتاعي، وقفت عليه وهعمل انسرت. دخل معايا، المفروض ان انا هحط صورة اللي هتتعرض بالشكل اللي انا شفته، فهعمل ابلود. زي مثلا هحط الصورة دي، هجيب لي الاوبشنز بتاعت الصورة. انت عايز الصورة حجمها كده ولا عايز تاخدها كلها؟ يعني لو عايز اصغر شوية بحيث ان انا اخدها كلها اقدر ان انا اصغر من هنا، عايز اكبر هكبر كده، عايز حتة بس منها، وتفر الحاجة اللي انا عايزاها من هنا اقدر ان انا اعملها، عايز الفها، عايز اظبطها، عايز اعمل لها فلتر، عايز اخليها تبقى فيل بس. اللي انا عايزاه هظبطه من هنا عشان جوه الجزء ده هو ده بس اللي هيتعرض على السكرين. طب لو انا عايز اغيرها ريبليس ايمج هنا، طب تمام هي الصورة وظبطت مقاساتها والدنيا تمام، هعمل دون، هيضيفها هي كمان. بقى كده عندي اول سين في فيديو، تاني سين في الصورة اللي احنا حطيناها، وصورة فيها تكست. الصورة دي فيها تكست هنا اهو، يعني انا عايزة اكتب تحت الصورة مثلا دي ايه، flipped classroom مثلا. واعمل سيف. بقدر من هنا اغير في التكست، الاوبشنز بتاعت التكست قدامي هنا، الفونت اغيره،
والسايز من هنا اقدر اخليه 100% او اصغر واغير نوع الفونت من هنا. طيب عايز احط هحط كمان اتنين كده حط كمان اتنين سين ونقفل الفيديو بتاعنا ونشوف هيطلع لنا ايه. لو جينا مثلا شفنا في الميل كاركترز هنلاقي اشكال كده، في اشكال ظريفة كده، طبعا نوظفها حسب اللي انا عايز اقوله في الفيديو. زي مثلا ندخل ده نعمل insert. هنا بقى متاح ان انا ادخل تكست، دي مش image holder، ده مجرد ان هي خلفية عندي وانا بحط عليها تكست. هدخل التكست هغيرها من هنا، اكتب اي حاجة، مثلا يعني كده تمام. هضيف سين كمان. عندنا هنا طبعا حاجات كتير جدا جدا تقدروا حضراتكم كده تتفرجوا عليها، وطبعا كل تول كيت بنختارها جواها حاجات زي كده كتير، يعني جواها برضو ان انا اقدر اغير شكل الكاركتر واقدر اغير الحاجه دي عشان 3D، فالشخصيات 3D قدامنا. دي الاشكال المتوفره مثلا. زي مثلا اخترنا دي اخر واحدة ونعمل insert. خلاص كده مش هعمل حاجة في التكست بتاعتها. طيب انا عايزة دلوقتي عملت الفيديو بتاعي كده تمام، وعايزة اسجل صوتي عليه. احنا الاول اتفقنا ان احنا لازم الاول نبقى عاملين زي سيناريو كده، مجهزين الفيديو بتاعنا هيمشي ازاي وهنعمل فيديو مدته قد ايه، ومظبطين الكلام ده كله عشان يبقى معلومات. خلصت الفيديو بتاعي والدنيا تمام وعايزه اسجل عليه صوتي. عندنا الاوبشن بتاع ميوزك ده تمام، اقدر ان انا اسجل مباشره باد فويس اوفر، اضغط واسجل تمام، او اقدر ان انا اعمل ابلود لصوت انا مسجلاه قبل كده وعامله له يعني معدله في الصوت، شايله النويز منه مظبطاه. اقدر ان انا احط ميوزك بس، يعني التكست كافية وانا مش عايزة اتكلم فهحط ميوزك اللي موجودة عندي دي، او ان انا ارفع ميوزك. هو حاطط لنا هنا كذا كذا حاجة ميوزك، يعني اللي عايز يختار حاجة منها يعني، طبعا كل واحد يختار اللي يمشي معاه. ويفضل يفضل ان الميوزك هادية جدا عشان ما تعملش ديستراكشن للطالب وهو ايه بيتفرج على الفيديو بتاعنا، ونوصل الهدف بتاعنا ان احنا نوصل المعلومة مش انه يركز مع الميوزك ويسيب الفيديو. ولو انا ما حطيتش ميوزك هو اصلا بيحط من عنده، يعني كده كده هو بيحط ميوزك، يا اما الغيها بقى اقول له ايه نو ميوزك يا يوز ميوزك زي ما هو عامل. ميوزك اقدر اتحكم في صوتها، يعني زي مثلا انا عايزه دي هعمل كده، درجه الصوت بتاعتها عندي 100% هنا يعني. اقدر ان انا اقللها، لا انا مش عايزاها 100%، 100% هتبقى عاليه قوي، انا عايزاها بس ايه 15% كفاية قوي عشان ما تعملش ديستراكشن تمام. خلصنا كده هنرجع للإيديت بتاعنا. طب انا عايزة دلوقتي اشوف بقى البروجكت اللي انا عملته ده واطلعه بقى، اعمله اخليه داونلودبل وانزله عندي. هعمل من بريفيو، بريفيو هيظهر لي هنا في تو اوبشنز، يا اما تنزله لو كواليتي ده الفري وفي ووتر مارك من الجنب كده هنشوفها دلوقتي لما نطلع الفيديو، او ان انا ادفع فلوس. احنا بالنسبه لنا ان احنا نطلعه بووتر مارك على الجنب مش هيفرق معانا قوي، المهم ان احنا ايه نستفيد منه الهدف بتاعه، هنديه للطلبه مثلا يتفرجوا عليه مش هيفرق معاهم الووتر مارك قوي، واحنا مش هنستخدمه تجاري ده الشرط بتاعهم. هعمل كده فري بريفيو. هيقعد هو كده يحمل شوية لحد ما ايه
الفيديو بتاعي اقدر ان انا انزله ويظهر عندي الناتج النهائي واتفرج عليه. طيب ممكن على ما يحمل كده لو في حد عنده سؤال عايز يشوف حاجة معينة في الويب سايت يتفضل، 5 دقايق كده على ما يخلص تحميل. انا عندي سؤال من فضلك. اتفضلي يا دكتور. معلش انا بس يعني مش عارفه يعني وقعت مني حاجات، ف يعني حضرتك دلوقتي بتحطي خلفيه او اي او صوره او فويس او كده، هل ده مقاطع تضاف لفيديو متجهز عندي بالفعل؟ عشان انا بس مش مدركه الا انا صراحه قلت استنى كده اشوف لما حضرتك تطلعي الفيديو افهم اكتر لما بعد ما يحصل له اكسبورت. يعني هو دلوقتي متاح على الويب سايت ان انا ادخل فيديوهات جوه اللي انا عملته ده، زي ما حضرتك كده شفتي الفيديو هولدر، في عندي اشكال كتير جدا للفيديو هولدر موجوده جوه. طبعا كل حاجه من الحاجات الفيديوهات يعني في انواع كتير جدا، يعني في تول كيتس كتير جدا كل واحده فيها سينز كتير جدا، حضرتك تختاري المناسب للموضوع بتاعك وبتشوفي بقى. عايزه انا دلوقتي ارفع فيديوهات مثلا مع بعضها بطريقه شكلها ظريف مثلا في فيديو هولدر في شكل معين، هستخدم البرنامج ده واحطهم جواه. تمام. يعني ده يعتبر يعني معلش يعني تزيين للفيديو الاصلي اللي انا عاملاه، يعني كماده علميه انا اكون مجهزه حاجه بالفعل، وده يعتبر مثلا في الانترو احط سلايد شكلها او المقطع اللي حضرتك بتحطيه في الاول في النص في الاخر ايا كان، صح ولا انا كده فاهمه غلط؟ بص يا دكتور هقول لحضرتك، هو ده انا اقدر اعمل فيه فيديو تعليمي من الاول للاخر تمام، بس زي مثلا انا عندي هقول لحضرتك حاجه، يعني مثلا انا عندي لاب مثلا معمل والطلبه فيه وبيعملوا حاجه معينه عايزه اوريها للطالب فيديو بشكل، يعني مثلا كيميكلز مثلا فيديو كيمستري وبيحط مواد معينه على بعض وبيطلع ناتج معين وانا عايزه اوريه له، بس قبله انا هشرح حاجه، يعني انا مثلا عندي زي برزنتيشن كده عايزه احولها لفيديو، البرزنتيشن دي فيها معلومات كتير، في حاجات هتتحط تكست، فبدل ما احط له التكست كشكل برزنتيشن كده لا انا اخليها له فيديو يبقى شكلها ظريف وتشده اكتر، واقسم له المعلومات على سلايدز بخلفيات شكلها حلو بكاركتر جنبها، وبعدها اروح حاطه الفيديو بتاعي اللي انا عايزه اوريه للطالب على ايه، على فيديو هولدر تمام. وفي النهايه طلع لي فيديو كامل بقى فيه الداتا كامله، يعني قدرت مثلا احط البرزنتيشن بتاعتي كامله جوه فيديو واحد واديه للطالب بشكل ظريف. تمام. يعني هي فعلا زي ما بقول لحضرتك هي فكره ديكوريشن للشغل بتاعي صح كده؟ يعني ان انا ابتدي احوله لفيديو شكله كويس. بالظبط، يعني حاجه اتراكتيف كده وخلاص، لكن هو مش يعني انا بس احضر الماده العلميه سواء كان حاجه جوه لاب او برزنتيشن باوربوينت او ايا كان او موديل ماسكاه بشرح عليه او اي حاجه، بس أيوه. يعتبر بعمل لها ديكوريشن بالويب سايت ده. اجمعهم اعملهم على بعض بدل ما تبقى كل حاجه لوحدها اديهم برزنتيشن واديهم فيديو لوحده، لا انا هجمع الاثنين مع بعض اخليهم فيديو واحد بيلم المحاضره مثلا الجزء ده من المحاضره، بدل ما اقول له روح هنا وبعدين هنا، لا انا عايزه اوري له حاجه معينه ادي له منها ايه كام هنت كده مكتوبه تكست وبعدين الفيديو. ما هو ده احنا كنا بنعمله باي برنامج مونتاج عادي بنعمل المواضيع دي، فانا كنت عايزه الجديد في الويب سايت. يعني هو الجديد في الويب سايت ان هو بيعمل حاجات كتير مش حاجه واحده، وهو اونلاين، يعني لو حد مثلا ما عندوش سبيس ان هو ينزل ابلكيشن مثلا في ناس شغاله اونلاين فيقدر يشتغل عليه، يقدر يطلع حاجات كويسه، حد مش عارف يعني يستخدم البرامج التولز الثانيه تقيل عليه، في ناس بالنسبه لها البرامج بتاعت الفيديو اديت تقيل عليه، فده بالنسبه له اسهل كتير، ده حاجات جاهزه احنا بنتكلم في السهوله، يعني ده اي حد يقدر يتعامل معاه، لكن في حاجات ثانيه لا محتاجه حد ايه، محتاجه شويه امكانيات اعلى شويه للي بيشتغل، محتاجه جهازه يبقى فيه مساحه انه ينزل الابلكيشن دي، بس هي الفكره في كده. بس طبعا في برامج كتير جدا زي ما قلت لحضراتكم في الاول، في برامج كتير جدا تقدر تعمل الكلام ده، الفكره هنا في ريندر فورست بس ان هو بيقدم لي حاجات كتير، يعني مش وقفني عند الفيديو بس، لا انا عملت لوجو بعدها ممكن ادخل اللوجو في الفيديو واعمله حاجه دعايه ليا، بعدها اقدر اعمل ويب سايت عليه ديزاين ليه، بعدها يعني مش شرط ان انا اروح للديزاينر لو انا عايز اعمل حاجه دعايه ليه تمام، ده عليه حاجات كتير جدا اقدر اختار منها. عليه بعد كده برضو ان انا اعمل دعاية مطبوعة، حاجات البرينتابل دي اقدر اعملها، اقدر اعمل بوستر، كل ده موجود فيه في حاجة واحدة تمام.
مفيش برنامج فيديو اديت هيوفر كل ده مره واحده. تمام يا دكتور؟ تمام يا دكتور. وكل والحاجات اللي فور فري موجود منها الحاجات الاساسيه كتير، يعني مش لازم يتشرط. تمام. هو زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني ده كده الووتر مارك مش مؤثر اصلا على الرؤيه بتاعت الفيديو، عادي جدا. ولو جينا نتفرج كده على الفيديو بتاعنا، انا موطيه الميوزك مخليه 15%. تمام. هيخلص الفيديو بعدها هيعرض الحاجات اللي احنا حطيناها وطيفر بقى احنا كنا حاطين ايه. وطبعا اي حاجه بعملها، اي حاجه بعملها تبقى موجوده في ماي فيديو على الاكونت بتاعي على الويب سايت ده. هاجي هنا كده، هنا سوري ماي فيديوز، الحاجات اللي انا عملتها على الويب سايت كلها موجوده هنا على الاكونت بتاعي، اقدر ان انا اكسسها من هنا. يعني ده مثلا انا اهو عملته، عايز اعمله داونلود من هنا. لو عايزه بقى اشيل الريموف الووتر مارك هدفع. تمام. لكن بالووتر مارك عادي جدا اقدر انزله واستخدمه واديه للطلبه وارفعه على اليوتيوب واعمل بيه اللي انا عايزاه. تمام. انا كده خلصت الريندر فورست. اللي جاي بقى ان شاء الله مع باشمهندسة ايمان هتكمل معانا الديسكتوب ابلكيشن اللي بيعمل فيديوهات. اتفضلي يا باشمهندسة ايمان. السلام عليكم، كل سنه وحضرتكم طيبين، بس عايزه اعرف بس الصوت كده واضح وفي اي ايكو او حاجه؟ استاذنكم بس. لا تمام واضح، بس محتاج يعلى شويه بس. اوكي مش ثواني بعد اذنكم. كده الصوت كويس؟ اه تمام كده واضح. انت كده انا عليته على الاخر يعني عشان بس يبقى ايه. انا بحاول بس اعليه عشان بس ما يكونش في حد مش سامع. تمام. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، رمضان كريم. وانا اول مره اكون معاكم في الشرح، يعني انا باشمهندسة ايمان اصلا من فريق اديب، انا جرافيك ديزاينر جاي النهارده. يعني المفروض ان كل البرامج اللي احنا استخدمناها في تبع الويب 2 دايما بنلاحظ ان هي حاجه اونلاين. طب انا دلوقتي لو ما عنديش انترنت او في مكان مثلا انا بره البيت وعايزه احضر حاجه للطلبه بسرعه ومش عارف اعمل ايه مثلا، يعني ما فيش انترنت، ما فيش وسائل متاحه ليا عشان اعمل حاجه اونلاين. فدلوقتي انا جايبه النهارده برنامج هو مش اونلاين خالص، هو عباره عن ابلكيشن بينزل على الديسكتوب عادي جدا زي اي برنامج بننزله، بس هو خفيف جدا وسريع، يعني ما فيهوش التحميل بتاعه مش طويل. وانا جايبه لكم النهارده يعني اللينك بتاعه الدايركت على طول هتعملوا منه داونلود. بس عايزه اعرفكم اولا على الويب سايت، استاذنكم بس هشير معاكم الويندو. تمام. شايفين ويب سايت دلوقتي فاتح قدامكم شير؟ دكاترة شايفين الويب سايت؟ لا لسه. مش حاجة ظاهرة سوري، ثانية واحدة. ظهر كده؟ أيوه. تمام. الويب سايت بتاعنا هو اصلا يعني هي زي شركه اسمها اي بيفو. اي بيفو دي شركه بتقدم تولز اونلاين، بتقدم اسفه تولز فري عشان نقدر ان احنا ننزلها ونعمل انتر اكتيفيتي او كونكتد تو ذا وورلد، ان احنا يعني نقدر نتفاعل مع اي حد في اي مكان في العالم. بس هي ميزتها ان هي بتنزل التولز بتاعتها فري تماما، يعني معظم التولز اللي احنا كنا بنشوفها بتنزل على الانترنت يعني بتكون فيها ترايل 27 داي او 30 يوم وبعدين بيقول لي ادفع فلوس بعد كده. لا، الويب سايت ده بينزل التولز بتاعته مجانا تماما، كل الادوات اللي فيها بتكون فري.
فانا دلوقتي هقفل الويب سايت وهروح لحضراتكم على البرزنتيشن هشيره عشان نعرف ايه التول اللي هنستخدمها النهارده. اصل هو الباوربوينت بس بيطول شويه معلش. تمام. IPVO annotator هو اسم الويب سايت بتاعنا النهارده. هو حاجه خاصه بالوايت بورد، بس مش بس عباره عن وايت بورد المتعارف عليها اللي هي عباره عن صفحه بيضاء او سبوره بيضاء بنكتب عليها، لا ده له ميزات ثانيه هنتكلم عليها واحده واحده، بس احنا الاول هنعرف ايه هو البرنامج بالظبط. الانيتيتر هو انتراكتيف وايت بورد سوفت وير، زي ما قلنا ان هو سوفت وير يعني بينزل على الكمبيوتر نقدر نتعامل معاه يعني من غير حتى انترنت، فهو بيكون متاح فري. الداونلود لينك بتاعه موجود هنا، انا بس هبعته على الشات، هبعته لحضراتكم على الشات عشان تفتحوه منه على طول. بس قبل ما ابعت يعني في الاخر هبعته ان شاء الله، بس دلوقتي انا عايزه اكمل البرزنتيشن عشان نبدا على طول في العملي عشان عارفه ان الوقت اتاخر. هو عباره عن برنامج بيفتح بطريقه سهله جدا، بيفتح على الديسك توب، عباره عن مجموعه من التولز. فاحنا بس في البرزنتيشن هنا بنوري شكل التولز بتاعته. يعني مثلا هنا على طول على التولز، في منه البين تول مثلا عشان نقدر نكتب فيها، في منه الشيبس، في الاريسر تول، في الاندو. ماشي اتفضل. سوري في حد باشمهندسة إيمان، البرزنتيشن بتتحرك، الويب سايت مش بتتحرك يعني. البرزنتيشن مش باينة؟ مش باينة، مش ظاهرة بشيء. يعني دلوقتي البرزنتيشن مش باينة قدامكم؟ لا يا باشا مش باينة. طيب لحظة أنا هشير تاني البرزنتيشن، أوكي؟ أوكي. وضحت كده. طيب. اوكي. انا دلوقتي بتكلم عن التولز بتاعت البرنامج، هو عباره عن هوريكم شكله عامل ازاي عشان انا دلوقتي لسه ما فتحتش السوفت وير نفسه، بس هو في مجموعه من التولز زي مثلا البين تول اللي احنا بنكتب فيها، الشيب عشان خاطر ننزل اشكال، اريسر تول عشان نمسح الحاجات اللي احنا كتبناها، في الريدو والاندو عشان لو نسينا حاجه مثلا او شلنا حاجه غصب عننا وعايزين نرجعها تاني. في الستامب تول، في حاجه اسمها تول بوكس جواه مجموعه من الادوات دي جديد في البرنامج وانا هوريها لكم ان شاء الله. وفي كي فيتشرز زي البرجل او الديجيتال كانفاس، وفي سكرين ريكوردنج، وفي سكرين شوتس. فكده انا يعني دي كانت البرزنتيشن يعني هي كلها عملي، فانا دلوقتي هقفلها وهروح على البرنامج على طول. بيشتغل ازاي البرنامج بقى؟ بعد ما بروح على الداونلود لينك، يعني انا مثلا عايزه افتح لكم من اللينك بتاع اللي موجود على البرزنتيشن على طول. هاخد اللينك ده كوبي وهدخل عليه على طول. تمام شايفين كده الويب سايت باين؟ لا you have to share your screen. okay I'm sharing now. thank you. تمام اوكي. لو لاحظنا ان في على الجنب هنا اليمين في كلمه free download، انا دلوقتي اخترت من مجموعه IPVO دي
تول اسمها انوتيتور. انوتيتور ده اللي هو الوايت بورد او البرنامج اللي احنا هنشرح عليه او نشرح بيه للطلبه يعني. ففي هنا عندي على اليمين فري داونلود، هي اللي بتتحرك بالكرسر لما بيجي عليها لونها بيبقى اخضر. لو عملت دوست على السهم اللي جنبها بيطلع لي زي مينيو بيسالني نوع الاوبريتنج سيستم بتاعك ايه، هل هو ماك ولا هو ويندوز. طبعا يعني معظمنا ويندوز، فانا نزلته. طبعا انا مش هنزله تاني لان انا خلاص يعني نزل عندي، فبتكل على كلمه داونلود اللي هي موجوده على اليمين دي. فبينزل لي على البرنامج وبعمله سيت اب زي اي برنامج عادي خالص، زي اي ابلكيشن. تمام، انا طبعا نزلته خلاص. بعد ما بخلص باجي على الديسكتوب اروح لقائمه ستارت. هو المفروض بينزل في قائمه ستارت باين الديسكتوب قدامكم. معلش انا بسال لان انا بغير دايما في شكل الويندو فباين دلوقتي موجود. تمام باجي في اوكي، باجي في الستارت مينيو، بنزل تحت بيطلع لي كلمه في حرف الاي. يعني لو ويندوز 10 مثلا عند حضراتكم او اعلى بيجي هو بيرتب بالحروف. في حرف الاي كلمه اي بي، هدوس عليها في كلمة annotator جواها. بدوس على كلمة annotator one click بس بيظهر لي على طول التول اللي على الجنب دي اللي هي بحركها دلوقتي. هي دي شكل البرنامج بالظبط، هو بينزل بالشكل ده. طب انا هستخدمه ازاي او ايه ميزته؟ ميزته ان انا ممكن اتفاعل من الديسكتوب نفسه او من اي فايل على الديسك على الكمبيوتر، زي مثلا بي دي اف او ويب سايت او ايمج مثلا عايز اشغلها، فممكن اتفاعل معاها او اشرح عليها من بره. يعني مش لازم ان انا افتح وايت بورد عشان خاطر اد ايمج او كده، لا هو بالشكل ده بس. هو التول بتنزل كده وهو فيها مجموعه من التولز دلوقتي هفتحها قدام حضراتكم وهشرح بالظبط ايه اللي انا اقصده. في فوق حرف شكل البن وجنبيها شخبطه اللي هي سكريبل، يعني لو دوسنا عليها بتتفرد التولز قدامنا بالشكل ده. تمام، التولز دي عبارة عن أول حاجة البين تول، تمام؟ تاني حاجة السكند بين تول. إيه الفرق بين البين تول والسكند بين تول؟ مثلا أنا لو عايزة اتنين يكتبوا في نفس الوقت، فمش شرط إن أنا أروح كل شوية أغير شكل، أو حد مثلا يستخدم القلم كل شوية، يعني مثلا هنا قلم لونه أحمر وهنا أزرق، كده أنا بستخدم أوبشنز مختلفة تماما في القلمين، فخلاص ممكن إن أنا ما أقعدش أغير في الأوبشنز بتاعته، في لونه وشكله وكده يعني. دي بالنسبة للفيرست والسكند بين تول. تاني حاجة الشيبس. طيب أنا دلوقتي عشان برضو أوريكم إزاي إن أنا بفتح الأوبشنز اللي جوه كل تول عشان أغير في شكلها أو أشوف إيه لونها، باجي على أقف على التول نفسها أدوس كليك، في جنبها سهم صغير لو دوست عليه بيطلع لي مجموعة أو بيطلع لي زي ويندوز جنبها. الويندو دي فيها الأوبشنز بتاعت التول دي نفسها، يعني مثلا البن هنا فيها الكالر، فيها حاجة اسمها ترانسكلودز، فيها السكنس، وفيها حاجه اسمها الفاونتين بن والديسابيرنج انك. ايه بقى الحاجات دي كلها؟ انا مثلا دلوقتي هفتح اي فايل مثلا عشان اقدر ان انا اشرح، هفتح مثلا فايل بي دي اف مثلا اللي انا شغاله عليه. اوكي، هستخدم البين تول في ايه؟ عايز ان انا بكتب اي حاجه، هلو مثلا، عادي خالص. طب انا عايز اغير شكلها ولونها، باجي ادوس على السهم او بدوس على كلمه هلو نفسها رايت كليك بيطلع لي برده الاوبشنز، بس السهم بيكون فيه اوبشنز اكتر اللي موجود جنب التول. ايه الاوبشنز الموجوده عندي؟ ان انا ممكن اغير الكالر بتاعه، ممكن حاجه اعملها اللي هي الثيكنس، يعني القلم نفسه هيكون الخط بتاعه يعني الثيكنس بتاعه قد ايه، تخين مثلا ولا رفيع. بغير من السهم ده من اول واحد لحد 21، ده بيغير لي في شكل القلم، في شكل الخط بتاع القلم. تمام؟ اوكي، طب انا خلاص خلصت الكلام ده وعايزه امسحه بقى، يعني خلاص مش عايزه المنظر ده. في تحت خالص كلمه كلير اول، دي هتمسح لي كل حاجه انا كتبتها. تمام؟ انا ليه فتحت دلوقتي؟ عشان البورد نفسها مش بيضاء، فانا عايزه اوضح لحضراتكم كل حاجه على واحده. في حاجه اسمها disappearing ink. disappearing ink دي بنعمل فيها ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي لو عايز اشرح لطالب، انا قاعد معايا مثلا في مكان وعايز اقول له خلي بالك ان في حاجات معينه هي دي اللي هتركز عليها، فبضرب على كلمه disappearing ink، بدوس على المربع اللي جنبها،
اوكي واجي مثلا اقول له هنا هنلاقي تحت ذا ابرينج انك في حاجه اسمها 3 سكندز 6 سكندز و10 و20 يعني ايه يعني المفروض ان الانك ده مجرد ان انا ارسمه او القلم مجرد ان انا اكتب حاجه هتختفي كمان 3 ثواني او 6 او 10 او 20 دي ليه عشان انا مثلا لو بشرح حاجه ومش عايزه شخبطه كتير مثلا في البورد فمثلا كلمه انا عايزه اقول له خلي بالك ان اي بيفو انوتيتور دي هي اهم كلمه مثلا واعمله على دايره هتختفي كمان شويه كمان 3 سكند بالظبط لو انا مثلا عايزه اقول له خلي بالك من كلمه ستودنت وداونلود هي دي الكلمات المهمه وانيبل وبروجكتد اهو هنلاقيها بتختفي كمان الثانيه اللي احنا محددينها انا هنا محدده 6 ثواني فاختفت كمان 6 ثواني دي طبعا اكيد حضراتكم مثلا هتستفيدوا منها في ان مش عايزين مثلا تعملوا كلام كتير على البورد او عايزين توضحوا نقاط معينه لو سمحتوا بعد اذنكم لو في مايك او حاجه تقفلوها اوكي لو عايزين توضحوا نقط معينه وعايزينها بس تكون زي نوتس كده فاحنا بنعمل ديس ابنينج انك ده بيختفي كمان شويه على حسب ما انتوا عاملين قد ايه اوكي ده بالنسبه للبين 2 السكند بين هي بالظبط بس الفرق ان دي ممكن نغير الاوبشن بتاعها نخليه لونه مثلا احمر والفيرست بين لونه ازرق فانا بكتب مثلا دلوقتي بالفيرست بين مثلا اي حاجه وعايزه اغير اللون مش لازم ان انا اقعد اغير في الاوبشنز لا السكند بين ممكن بتغير لي اللون بتخلي لون تاني مثلا اكتب بيه طيب في حاجه برده اسمها ترانسلوسنت الجي عباره عن ايه دي بتغني شويه عن الهايلايت يعني مثلا انا دلوقتي في كلمه عايز اعمل عليها هايلايت ممكن مثلا اتخن الخط واجي على الكلمه شايفين تمام دي زي الهايلايت بالظبط اللي هي بتخلي اللون ترانسبيرنت شويه فبيظهر اللي تحته وبيعمل هايلايت على الكلمه بالظبط نفس فكره الهايلايتر تمام اوكي دلوقتي انا بشرح على بي دي اف ماشي اتفضلي هو ده بيشتغل في الباك جراوند لاي حاجه انا اكون فاتحاها اي حاجه ده بيعمل اكسس اي حاجه على الكمبيوتر بس لو انا بس هو في نفس الوقت بيسجل يعني انا ببقى في ريكورد للي طبعا انا هتكلم في الحته دي بعد كده طبعا هو دي من ضمن التولز بس التولز بس الفيديو هيبقى باين فيها التولز اللي انا بختار منها والحاجات دي ولا ممكن ابقى اخفيها ازاي لا هتكون باين هقول لحضرتك دلوقتي في يعني انا بس مش عايزه انط على النقطه دي على طول بس لو عايزين تعرفوها الاول مفيش مشكله في تحت خالص انا هقفل التولز في تحت خالص علامه الكاميرا دي دي جواها حاجة اسمها screen shots و screen recording اوكي دي ممكن انا اسجل الشاشة كلها وممكن اسجل الجزء اللي انا عايزه بس مش عايزه يظهر يعني مثلا انا عايزه في screen recording مثلا دست عليها وقلت له ما تظهر ليش غير الجزء ده بس تمام ده قصد حضرتك ايوه يا دكتور ايوه باشمهندس تمام بالظبط كده فانا ممكن اوضح او يعني اخصص منطقه معينه هي دي اللي هتتسجل على الفيديو او هيتاخد منها ايمج ممكن ناخد ايمجز كمان في البرنامج ده مش شرط فيديو يعني ممكن تكون فول سكرين وممكن تكون جزء زي ما انا وريت لحضراتكم بس انا كنت هشرحها في الاخر بس ماشي دي مهمه ومفيش مشكله يعني نكمل اتفضلي يا باشمهندس اوكي ماشي بعد كده نيجي في الشيبس الشيبس دي عبارة أنا بس دلوقتي هقفل بقى الـ PDF ده خلاص أوكي وهروح أي مكان فاضي زي هنا مثلا الشيبس لو فتحناها هتلاقي مجموعة من الـ functions أو الشيبس قدامي دايرة المثلث أي حاجة ودي بتستخدم أكتر في الماث بقى وحضراتكم طبعا أدرى هستخدم في إيه بالظبط في منها بتكون فيل في منها بتكون ستروك بس او يعني البوردر بس هو اللي باين ممكن طبعا نغير في الوانها عادي طبعا حاجات سهله جدا يعني ممكن نغير في الثيكنس بتاعها ممكن نعمل برضو ان هي تكون ترانسبيرنت شويه تمام عشان نوضح الشكل اللي تحتها اوكي دي بالنسبه للشيبس وفي حاجه اسمها اللي هي
الكانفاس او البرجل، ودي هتكلم عليها بس لما اخش جوه الوايت بورد عشان يبقى صفحه فاضيه وباين عليها الشرح اكتر. اوكي اعمل ديليت. طيب الستامب والشيبس انا عايزه اشرحها بشكل مفصل اكتر. فانا دلوقتي هدخل، انا دلوقتي قلت لحضراتكم ان ممكن تشتغلوا زي ما الدكتور قالت في الباك جراوند على اي حاجه في الكمبيوتر، يعني ممكن اكسس فايل بي دي اف، ممكن اعمل ويب سايت، اي حاجه اشرحها عليها بتكون من التولز دي، يعني مفيش مشكله. طيب انا دلوقتي عايزه اخش على الوايت بورد او صفحه فاضيه عشان ابدا ارسم اعمل الشغل بتاعي. العلامه اللي تحتها على طول، انا دلوقتي بفرد التولز كده هقفلها، في تحت السكريبل دي او البن علامه بن ثانيه وجنبها سبوره، هفتح عليها يفتح لي شكل الوايت بورد العادي اللي احنا متعودين عليه. اوكي برضو بستخدمه بنفس الطريقه، ان انا مثلا بستخدم البن في ان انا اكتب اي حاجه، السكند بن بيكون ليها اللون الثاني، انا هنا عاملاها ترانسبيرنت بدوس بشيلها فبيعمل لي بيرجعها لي ثاني باللون الاساسي. الشيبس قلنا مثلا ان احنا ممكن نعمل شكل الشيبس اللي احنا عايزين نحطه، نشيل كلمه ترانسبيرنت برضو او نعمل نغير في الثيكنس. طيب تمام. في بقى اللي هي البرجل، ازاي بستخدم البرجل ده؟ واظن دي حاجه رياضيه طبعا، وفي دكاتره اكيد بيشتغلوا في الماس هنا. ان انا مثلا لو عايزه ارسم دايره دوست على البرجل طلع لي اول شكل البرجل. لو انا عايزه ارسم دايره، وطبعا يعني برضو انا ما اعرفش بترسم في ايه بالظبط لاني مش تدريس ماس، فمثلا انا عايزه ارسم حاجه بالبرجل ازاي بستعمله؟ بوقف البرجل بالشكل ده، في هنا سهمين، السهم من ناحيه الشمال بيشد البرجل اللي بره، سوي كده هو بس ساعات طبعا بيعلق. السهم اللي في الشمال هنا بيشد البرجل اللي بره، شايفينه حضراتكم؟ بيديني القطر اللي انا عايزه. تمام معايا؟ شايفينه حضراتكم كده؟ ايوه يا باشمهندسه بيه. طيب تمام اوكي، انا دلوقتي بشد القطر اللي انا عايزه. بعد ما خلاص وقفت انا عايزه ايه بالظبط وفين البوينت اللي انا هبدا منها، ببدا ان انا امسك ادوس او اجي على القلم الرصاص من تحت او البنسل والف، بيرسم لي شكل الدايره. ممكن اصغر القطر بتاعها تاني اهو كده، ممكن ان انا اغير المكان خالص. طبعا عشان فكرة الشيرينج بس ممكن يكون بيعلق، معلش انا اسفه، بس هي الفكره وضحت كده. تمام ده وظيفه البرجل. طبعا يعني الدكاتره طبعا فاهمين هو بيستخدموه في ايه بالظبط، بس دي تول من التولز المميزه في البرنامج ده، وما لقيتهاش انا في برامج ثانيه كتير، يعني ما شفتهاش قبل كده بصراحه. فده بالنسبه للبرجل. طيب ايه تاني من الحاجات؟ طبعا انا خلاص كده. اوكي ايه تاني في الشيبس موجود عندي؟ في تكست، لو انا مثلا عايزه اكتب تكست، انا مش عايزه اكتب حاجه بايديا او مش بتطلع الشكل مظبوط بالبن، فممكن اكتب اي تكست اللي انا عايزه. بكتب، وطبعا ميزات البرنامج ده عشان ملاحظين ان هو بيكتب عربي وانجلش، ممكن اي لغه طبعا، مفيش يعني هو بالظبط زي اي زي الباوربوينت زي الوورد، فمفيش مشكله احنا نكتب اي لغه. طيب اوكي ده بالنسبه للتكست. اوكي بعد كده طبعا الفونت سايز، عشان انا لو عايزه استخدم التكست بغير الفونت سايز بتاعي من هنا من تحت، ممكن برضو اخليه ترانسبيرنت، يعني كل الاوبشنز الموجوده جوه اي تول بتستخدم في كل التولز اللي جواها. يعني هنا انا عملت الشيب، التول دي اسمها شيب اصلا، يعني استخدمت مثلا اللاين، استخدمت الكانفاس، اي حاجه كل التولز اللي جواها، الترانسبيرنسي، الثيكنس، كله بيستخدم على كل الاوبشنز اللي موجوده في الويندو دي. تمام. بعد كده عندي ستامب. ستامب دي حاجه لطيفه ان انا ممكن اعيد الختم، هي عبارة عن حاجة يعني لطيفة بس شكل يعني منظر، ان انا بعمل زي ختم في الصفحة بالشكل
تمام، ده شكل بس مش اكتر يعني. بعد كده في الاريس. الاريس طب انا دلوقتي عايزه رسمت حاجه بالبن وكده، لا هي مش صح، وانا في لاين انا مش عايزاه او حته غلط، فجيب الاريس اللي هي الجومه بمعنى صح يعني عندنا، فبدوس على الاوبشن بتاعها، بدوس على السهم بتاع عشان تعالي الاوبشنز، بيقول لي الثيكنس بتاعها قد ايه، عايزه الاريسر بتاعك تبقى الثيكنس بتاعها قد ايه، يا صغير يا كبير اهي، تمام؟ يعني احنا بنغير في الثيكنس بيغير لي في حجم الجومه نفسها. دي بمسح حته بس من الفايل اللي قدامي، يعني من الشكل اللي قدامي. دي الفرق ما بينها بين الديليت اللي هي تحت هنا، انها الديليت بتمسح لي كل حاجه، لكن الاريس بتمسح لي جزء اللي انا عايزاه. طيب دلوقتي انا عملت ديليت، طب انا عايزه ارجع الحاجات تاني، راحت فين؟ في حاجه، في سهمين هنا اسمه الاندو والريدو. طبعا الاندو هو اول حاجه بتشتغل، والريدو اللي هو بيعمل بيأكتف بعد كده علشان ابدا ان انا اشيل تاني الجزء اللي انا عملت له اندو. تمام؟ اندو خلاص والريدو. تمام، دي الفرق بين الاريس والديليت والاندو والريدو. طبعا دي حاجات كلها موجوده في كل البرامج وبنستخدمها دايما. في هنا علامة الهند. ايه علامة الهند؟ انا مثلا لو جيت رسمت حاجة طويلة جدا، اي شكل طويل، وما انا مش عايزة اشوف كل الشكل ده، انا عايزة اشوف جزء معين منه، في هنا لما ادوس على علامة الهند بيظهر على الشمال من تحت سكرين لونها معمولة بوردر لونه احمر، دي معناها ان الجزء اللي انا هشوفه هو الجزء اللي يعني الجزء اللي هو بالبوردر الاحمر هو الجزء اللي انا شايفاه قدامي دلوقتي. يعني مثلا انا لو فتحت اي حاجه كبيره، مثلا صوره كبيره عملت لها انسرت على الوايت بورد، ودي برده هنعرف ازاي دلوقتي، وجيت انا مش شايفاها كلها، بحرك بالهاند يمين وشمال عشان اقدر ان انا اشوف الجزء بتاعي. طبعا دي طيب احنا دلوقتي يعني وصلنا للمرحله دي، فممكن نعمل موضوع الابلود ازاي. من هنا على الشمال تحت في مجموعه من التولز، برده في سيف، في علامة الفولدر، وفي علامة كده فيها حرف بلس، وفي الاكس. الاكس دي المفروض ان هي خلاص بتقفل البروجكت بتاعي، لكن جنبها في علامة مربع وفي علامة بلس، لو دوسنا عليه بيطلع لي مجموعة من الالوان، بيقول لي ان دي مكتوب فوقيها نيو بورد. يعني انا مثلا مش لازم اشتغل على واحدة بس من وايت بورد، لا انا ممكن افتح كذا بورد. طب ايه لازمتها؟ ليها اشكال. يعني مثلا دلوقتي دوست على الاصفر فتح لي البورد لونها اصفر، وانا مثلا في بورد ثانيه دوست عليها فتحت لي اللي هي المربعه، شكل الشيت نفسه اختلف، وده بيعتمد على التيتشر او البروفيسور او بيشتغل في مادته عباره عن ايه. طبعا هنا اعتقد في المربعات اللي هي الماث اكتر، فانا مثلا هاجي في شكل المربعات ده واروح ثاني للشيبس واقول له عايزه اللاين. لو انا عملت شيفت دوست شيفت بيعمل لي بوت، يعني مش بيحركه. يعني انا لو عملت هولد للشيفت في اي برنامج، على فكره مش هنا بس، هولد للشيفت مع التول بتاعي بتخليه مستقيم زي كده بالظبط. تمام، وجيت مثلا قلت له انا عايزه ارسم انا كده او مش عارفه اسمها ايه بالظبط. اوكي، طب انا دلوقتي عملت الشكل ده وخلاص تمام، وعايزه ارجع تاني عشان برضو هكمل بقيه التولز. بقى دلوقتي في حاجه اسمها التول بوكس، انا عايزه اقيس اللاين ده قد ايه والزاويه اللي من فوق لتحت قد ايه. في التول بوكس دي حضرتك شايفين التول بوكس ديت اللي هي علامه الشنطه المقفوله، في حاجه اسمها الرولر او المسطره، بجيبها وبحطها على البدايه ونهايه اللاين تقيس لي بالظبط حجم طوله قد ايه. دي من ضمن التولز برضو الحلوه قوي في البرنامج ده الرولر. في تول ثانيه اللي هي دي، ان انا عايزه اعمل مش عارفه بس يا ريت اكون بعملها صح، عايزه اقيس الزاويه بتاعته قد ايه برده اللاين من اللاين لتحت. اعتقد ان هي كده مش صح، يبقى كده صح مظبوط.
برضو بقيسها بالظبط قد ايه من 140 ل 180، عرفت برضو. ودي برضو الدكاتره هيستخدموها كتير في موضوع الماس. في تولز ايه تاني؟ تمام، دي بالنسبه للتولز. طب انا دلوقتي عايزه، مش شايفه كويس الرولر او مش شايفه كويس الارقام، وعايزه اعمل عايزه اكبرها عشان انا مش شايفه الرقم مكتوب قد ايه. في التولز برضو في حاجه اسمها ماجنيفاينج جلاس. لو جيت مريت على الارقام بتكبر عندي عشان اشوفها كويس. ممكن اكبرها من السهم اللي تحت او اصغرها على حسب اللي انا عايزه. تمام كده. دي من ضمن التولز برضو المهمه قوي في البرنامج ده. في تول كمان برضو، طبعا انا دلوقتي ما قفلتش ماجنيفاينج جلاس، طبعا راحت معايا في كل حته. عشان اقفلها باجي على اللي هو علامه الاكس وبقول له خلاص اكزيت. في برضو من ضمن التولز حاجه اسمها سبوت لايت. انا مثلا مش عايزه اوري للطلبه الصفحه كامله، وعايزاهم بس يركزوا، هي معناها الفوكس، يعني هم يركزوا على حته معينه هي دي اللي انا بشرحها. فبيجي على كلمه سبوت لايت اهي، راحت عملت لي فوكس على اللي انا بمشي عليه بالظبط. ممكن كمان من ضمن الاوبشنز بتاعتها تحت ان انا اقفل النور خالص عشان اعمل فوكس على الحته اللي انا عايزاها بس كده. انا بخلي الطالب يبي اتنشن لحته معينه. تمام، ممكن اكبرها لو انا عايزه المساحه تكبر، او ممكن ان انا اصغرها. تمام، ممكن نخليها مربعه مش شرط تبقى دايره، وارجعها دايره تاني. اوكي، ده كده بالنسبه للتول بتاعت السبوت لايت. ممكن برضو ان انا اقص جزء مش عايزاه. كات. طبعا اللاين، لو تلاحظوا ان اللاين نفسه اتشال لان انا قصيته، يعني دي كانت برضو من ضمن الاوبشنز اللي في التول بوكس. اوكي، طب نرجع تاني لحته اللي هي الصفحات اللي احنا عملنا لها اد وغيرنا في شكلها. طب دلوقتي عايز ارجع للصفحه اللي انا كنت عاملها قبل كده منين؟ طبعا لو نلاحظ في النص مكتوب 3 of 3، معنى كده ان دي لو دوسنا عليها هيطلع لي كل الصفحات اللي قبل كده. انا هعمل، يعني انا بس عايز اعمل انقل دي شويه عشان تشوف. ادي البورد الاولانيه انا اشتغلت عليها، ادي الثانيه كان لونها اصفر، والثالثه. يبقى احنا هنا عرفنا ان نيو بورد دي بتطلع لي عدد من البوردز، مهما كان عددها بقدر ان انا انقل من بورد لبورد عن طريق الجزء اللي في النص اللي هو مكتوب عليه الارقام. بيبقى 3 of 3 مثلا، 4 of 4، اي حاجه على حسب ان انا فتحها قد ايه. طيب دلوقتي انا خلاص خلصت وعملت وظبطت، عايز اعمل بقى ايه؟ سيف للبروجكت ده. من هنا تحت على الشمال في السيف. اوكي، بيقول لي هنا لما بعمل سيف مثلا على الديسكتوب مثلا، بيقول لي ان فايل نيم مثلا اسمه وات ايفر مثلا اي حاجه، وتحت عايز اسيف التايب بتاعي. انا ممكن هنا يعني في الشكل ده بسيبه بطريقتين، يا ايمج يا بي دي اف. انا ممكن اطلع الصفحات دي بي دي اف او ايمج بس. فهنا بيقول لي اختار اللي انت عايزه، انا قلت له مثلا هنعملها ايمج. اوكي سيف. هيقول لي البوردز، هو يعني هو عايز البورد اللي هو شكل صفحه من جوه، هقول له كرنت بورد. سيف عشان ارجع للديسك توب تاني. احنا قلنا اتفقنا مندوس على ايه؟ الوايت بورد اهي. عشان ارجع للديسك توب تاني بطفي الوايت بورد، يعني مثلا من نفس التول او من علامه البنه اللي هي سكريبل دي اللي فوق. خلاص جت عندي اهي الايمج اللي انا سيبتها اللي هي عليها اسمها كذا وان دي انا كاتباها. هفتحها هيفتح لي بالظبط شكل البورد اللي انا كنت واقف عليه. انا سيفت ايمج. اوكي، المفروض ان هي هتفتح، معلش في وقت شويه لان الفيور عندي اهو فتحت بسرعه. طبعا انا كنت شلت اللاين فعملت له كات فطبعا اتشال، فبيفتح لي في الاخر الشكل اللي انا رسمته كده. هو اتسايب ايمج. طب انا دلوقتي عايز اعمل فيديو. انا دلوقتي يعني برده ما وصلتش للجزء المهم، انا عايز اسجل كل الكلام ده فيديو. اوكي، اخر حاجه بقى هتكلم عليها، عشان قبل ما اتكلم على اخر حاجه يا جماعه، في حاجه برده يعني هي استخدامها ممكن يبقى عشان انا مثلا لو عايزه اعمل اقسم صفحه لاثنين مثلا، انا مش عايزه بورد واحده، عايزه اقسمها لاثنين عشان اعمل جوه كل صفحه اوبشنز مختلفه. في هنا تحت الوايت بورد بس فيها اثنين قلم،
بتديني صفحه متقسمه لاثنين، ودي بنستخدم فيها اكتر موضوع الفيرست والسكند بين. ان انا مثلا لو عايزه هنا الاوبشنز بتاعتها بتكون تحتها هي الالوان. هنا مثلا عايزه اكتب اي كلمه، وهنا مثلا بلون تاني، او ان انا عايزه ارسم اي حاجه وهنا برسم بلون تاني. بس دي طبعا لو نلاحظ ان هي بس بتستخدم كوايت بورد، ما ينفعش ان انا اغير الوان البورد اللي هي مثلا اخليها حاجه زي ما قلنا للماس او مثلا للرسم او الميوزك، لا هي بتكون شكلها وايت بس. وطبعا دي استخدامها ان انا بقسم الصفحه بس مش اكتر يعني. هرجع تاني للوايت بورد بتاعتي واقول له ان انا عايزه اعمل الكلام اللي انا رسمته ده كله فيديو. باجي اللي هي علامه الكاميرا بقول له ان انا عايزه اعمل سكرين ريكوردينج. زي ما قلت للدكتوره قبل كده سالتني، انا ممكن ان انا مش عايزه ابين التولز دي كلها، مش عايزه ابين الحاجات اللي انا برسمها اللي انا حطاها يعني. فبقول له يا مثلا سكرين ريكوردينج ده بيريكورد كل السكرين فول سكرين، وهو بدا فعلا يعمل ريكورد اهو. لو لاحظنا فوق العلامه الحمراء ظهرت، بدا ان هو يعد فعلا 1 2 3 اوكي. وبعدين اول ما اعمل له ستوب من هنا من العلامه اللي هي علامه الستوب، بيقول لي عايز تسيبيه فين. بقول له مثلا ديسك توب باي اسم، بيطلع لي شكل الفيديو او الفورمات بتاعه ام بي 4. هو ظهر عندي هنا. وطبعا انا ما لحقتش اسجل، هما كانوا 3 ثواني بالظبط، فطبعا هيمر بسرعه جدا. وخلاص يعني هو اصلا ما لحقش اصلا ان هو يسجل، عشان كده قال لي ان يشتغل بسرعه جدا يعني، او التسجيل نفسه كان قصير فما لحقش ان هو يسجل. بس هي دي الطريقه بالظبط ان انا بعمل سكرين ريكوردنج. وهنا مثلا دلوقتي عامل سكرين ريكوردنج للديسكتوب، عشان مثلا انا هودي الفايل ده هنا وده هنا، يعني بعمل اي حركه عشان يعمل لي الفيديو بس. اوكي بقول له ستوب كده خلاص، وسيبه برضه باسم تيست. تمام، هو طلع لي الفيديو، الريزولوشن بتاعه عالي جدا. ممكن انا اعمل ابلود للفيديو ده مثلا على اليوتيوب، ممكن انا ارفعه على درايف، وطبعا من خلال كده يبقى عباره عن ريسورس، واقدر ان انا ارفعه على OER at الويكي at منى. تمام، في حاجة أخيرة عايزة أقولها لحضراتكم، ده طبعا كان شكل اللي هي الريكوردنج نفسه يعني. وزي ما قلت إن ممكن أعمل جزء بس من الصفحة، هي دي بس اللي أنا عايزة أعمل لها ريكورد زي كده، وأقول له تحت ظهر لي على الشمال مينيو صغير إن أنا فيها كانسل وريكورد، أنا بدوس على كلمة ريكورد خلاص. هو دلوقتي بدأ يسجل فعلا، برضه زي ما إحنا شايفين الجزء اللي فوق بدأ يعد، هو دلوقتي بيسجل لي الفيديو بتاعي. طبعا ده انا بطبقه على اي حاجه، ممكن افتح، ممكن وانا شغاله افتح ويب سايت مثلا، هو دلوقتي بيسجل كل اللي انا بعمله. ففعلا هو بيتفاعل مع اي حاجه موجوده على الكمبيوتر، سواء في الباك جراوند او في البرنامج اللي انا شغاله. هعمل ستوب. هو طبعا لو تلاحظوا ان السيف تايب بتاعي هو ام بي 4 بس، هو ده دايما الفورمات اللي بنشتغل عليه في الفيديوهات عموما يعني، حتى في الموكس. اوكي ودلوقتي زي ما انتم شايفين سيف او سجل لي الجزء اللي انا عايزه بس من الشاشه اللي انا اخترته عن طريق السكرين ريكوردنج. تمام، في حاجه عايزه اقولها اخيره، لو تلاحظوا علامه الكيرسر دي لما فتحت الوايت بورد اتغيرت وبقت هاند. ليه طيب؟ دي عشان انا مثلا دلوقتي جيت على الديسكتوب وبكتب بالقلم وعايزه افتح حاجه ثانيه، مبقاش خلاص مبقتش عارفه ادوس على اي حاجه، لان كله بقى القلم اهو خلاص مش عارفه ادوس على اي حاجه.
دلوقتي اعمل ايه عشان افتح اي حاجه تانية وانا لسه موجوده على السكرين ولسه الحاجات موجوده على الشرح بتاعي زي ما هو؟ بدوس على علامه الكيرسر دي اللي بتتحول في بتبقى في الوايت بورد هاند، لكن هنا بتبقى كيرسر. ليه؟ عشان لو دوست عليها اقدر ان انا اروح افتح اي حاجه. دي بالنسبه للتولز كلها الموجوده عندي. طبعا البرنامج يعني لطيف، انا شايف ان هو لطيف يعني وسهل وبينزل بسرعه جدا وما بياخدش مساحه. طبعا بيسجل الصوت يا باشمهندسه كل حاجه، كل حاجه بيسجل الريكورد بتاعه وبيتسجل بكل حاجه. يعني انا دلوقتي عملت هنا ريكورد، خلاص هو بيريكورد كل حاجه انت بتعمليها حضرتك. انا بس طالبه منكم يعني بعد اذنكم تجربوه، لان هو فعلا يعني هو مستو ان هو سهل جدا. وطبعا في تولز معينه بيستخدمها الدكاتره زي مثلا الكانفاس وزي السبوت لايتس والحاجات دي، مش موجوده كتير في التولز الثانيه يعني في الحاجات اللي هي بتنزل البرامج اللي بتنزل اونلاين. باشمهندسة استن بعد اذن ايمان، بعد اذن حضرتك اولا بنشكر الدكتوره غاده الخياط وبنشكر حضرتك باشمهندسة ايمان وبنشكر باشمهندسة استن. السيشنز كلها مهمه وممتعه الحقيقه، بس انا عندي سؤال صغير. اتفضلي. لو انا بدات اسجل ولاي سبب من الاسباب وقفت تسجيل وكملت يعني قطعت في النص، هل انا بكمل منين ما وقفت ولا ده بيبقى فيديو منفصل؟ ولو هو فيديو منفصل هل انا ممكن الحمهم في بعض يعني ولا ايه بالظبط؟ هو ممكن، بس حضرتك هو هنا مش متاح للاسف غير ستوب. يعني احنا لو لاحظنا ان لو بنعمل ريكوردنج ما بيطلعليش غير ستوب. لو انا بدات اسجل مره ثانيه بكمل على نفس الفيديو اللي كان موجود ولا ببدا فيديو جديد؟ لا بيكون فيديو جديد، بس طبعا يعني حته ان انا عايزه اجمع الفيديوهات مع بعض في تولز ثانيه بتعمل كده. تمام تمام حضرتك. يعني انا دي ممكن برضو ان انا يعني لو حضراتكم حابين ان انا اجيب تولز ثانيه بتجمع الفيديوهات بتبقى برضو سهله، دي ممكن اجيبها لحضراتكم مفيش مشكله. في حاجات كتير جدا، في حاجات اوف لاين وفي حاجات اون لاين. ف يا ريت والله لو اوف لاين مفيش مشكله هذا. يبقى شكرا جدا لحضرتك، الف شكر لمجهودكم والله. شكرا يا فندم. لا العفو على ايه، العفو يا فندم. دلوقتي كده انا شرحت اتفضلي حضرتك حضرتك معلش في سؤال لحضرتك جدا طبعا. العفو على ايه حضرتك، مفيده قوي. بس المده التسجيل قد ايه، مفتوحه ولا محدوده؟ لا هي ما كانش يعني طول ما انا بسجل كانت مفتوحه عادي جدا. تمام. ما قاليش مثلا ان هو بيسجل مثلا مده بتاع 5 دقائق اكتر، بس طبعا الفيديو اتفضلي فري كام حلو جدا، برنامج فري كام الريزوليوشن بتاعه حلو جدا وكويس قوي، بس هو عيبه الوحيد انه 15 بس دقيقه، عشان كده سالت حضرتك ده مدته قد ايه مفتوحه. هو عموما الفيديوهات عموما يعني مثلا نيجي يعمل الموكس مثلا ما بيزيدش الشابتر الواحد عن 5 دقائق او 6 دقائق المفروض يعني. فالاحسن مثلا احنا هنشرح مثلا حاجه طويله نقسمها عشان الابلود بتاعها اولا بيبقى سهل، لان انا لو عملتها اكتر من 5 دقائق او حتى وصلت الربع ساعه الابلود بيبقى صعب وبياخد مساحه كبيره. فاحسن ان انا بقسم الفيديوهات الا لو كان طبعا مش هيكون الكواليتي بتاعتها عاليه. 360 مثلا على اليوتيوب بيبقى وحش قوي، احنا ما بنشوفش كويس فيه. عشان اعمل فيديو 720 او 1080 الافضل ان انا بقسمه او بخليه مساحات صغيره ما يزيدش عن 5 دقائق. تمام. انا نفسي بشتغل في لو في تول تانية بتجمع الفيديوهات مع بعض يبقى ريت حضرتك تحطها لنا حتى في الشات. شاكرين حضرتك. انا هوعد حضراتكم ان شاء الله هدور على تولز تكون برضو مجانيه وتكون سهله في الاستخدام، لان معظم التولز اللي هي بتكون الكواليتي بتاعتها عاليه جدا بيطلب ان هو بعد 30 يوم تدفعي فلوس. طبعا انا بحاولت ان اجيب برنامج ما يعملش كده، لان ده طبعا مش متاح عندنا اكيد، ومش مش كله بيحب. يعني دايما احنا الافضل لينا حاجات الفري، وكل الدنيا بقت كده. حتى البرامج البروفيشنال هي بتنزل دلوقتي بقت فري، يعني بنقدر نجيبها فري عشان طبعا بيكون مبالغ جدا فيها الفلوس، لان احنا طبعا بنتعامل بالدولار وهم بالنسبه لهم بره ممكن يكون بسيط ان هم يدفعوا. لا احنا مثلا عاملين ندفع حاجه بالدولار بنحولها مصري بتبقى كتير جدا. فطبعا احنا بنحاول نجيب التولز دي فري افضل، وهم فعلا واضح ان هم يعني العالم كله حاول يبص للموضوع ده. فانا هحاول اجيب لحضرتكم ان شاء الله حاجه تجمع الفيديوهات، انا هسيرش عليها باذن الله اجيب برنامج كويس وبرده يكون خفيف. يعني زي البرنامج ده ميزته ان هو عباره عن تول بس بتنزل على ديسكتوب زي بالظبط البار تول، يعني زي البار الموجود على الديسكتوب زي التول بار
وزي الهيدن تولز والحاجات دي كلها، طبعا ما بياخدش مساحه ومش زي اي برنامج بنقعد ان احنا نعمل له داونلود مده طويله وبعدين يخش على السوفت وير ويحمل ويفتح شاشه وبلاتفورم مختلفه، لا ده هو ده يعني سهل وبسيط. تمام، بس انا كده شرحت التولز كلها وهسيب لكم الداونلود الدايركت داونلود بتاع البرنامج. زي ما قلت لكم اهم حاجه تدوسوا على فري داونلود وتختاروا الاو اس بتاعكم يعني اذا كان ماك او الويندوز وتنزلوه عادي جدا بينزل. اتفضل حضرتك. لو سمحتي بس سؤال غريب، لان انا كنت شغال مع حضرتك دلوقتي، انا نزلت واشتغلت مع حضرتك حاجات يعني في، انا بخرج منه ازاي لان هو مش عارف اخرج منه بصراحه. أوكي. يعني تمام اوكي. في تحت السهم بتاع الهيدن ايكونز عارف عارفه؟ تمام، التول بار تحت على اليمين الهيدن ايكونز اللي هو السهم الصغير اللي انا دوست عليه دلوقتي. وانا اشتغلت على الستريم بتاعتي، يعني انا شغال على سكرين على هو قفل لي الجهاز. لا هقولها لحضرتك زي ما انا دلوقتي، انا دلوقتي في الشير بدوس على الهيدن ايكونز. بتعمل الكيبورد مثلا ولا مش امكانيه؟ نعم، في ممكن مفتاح من الكيبورد ممكن اقفله منه ولا لا هو اصلا هو بينزل على هيئه ايكون. ما بينزلش على هيئه يعني مش زي ما انا دلوقتي فاتحه مثلا البراوزر بينزل قدامي ان انا بعمل رايت كليك او بعمل مثلا كنترول اف بيقفل. لا، وكنترول اف هي اللي بتقفل دايما اي ويندو. تمام، لا ده بيكون موجود في حاجه اسمها الهيدن تولز بيكون تحت. عشان كده انا يعني انا ما شفتش ان انا بشغله على الموبايل مثلا، لا ما شفتش اصلا كده يعني ما جربتش اشتغل على الموبايل او ده، وما اعتقدش ان هو بينزل الاب ستور يعني، بس هو بينزل دايما على اللابتوب او على اي بي سي. لقيتها شكرا. لقيتها اوكي بالظبط كده، بتعمل كليك عليها وبتعمل كويت على طول. تمام اوكي، هو موجود في الهيدن تولز وبينزل على هيئه ايكون يعني دايما. اوكي بس كده يعني، فده كان كل البرنامج بتاعنا النهارده. اتمنى ان يكون يعني فاتكم، ولو في اي سؤال معاكم ان شاء الله. بعد اذنك يا دكتور باشمهندسه اتفضلي حضرتك. بصراحة يعني بجد من كل قلبي يعني بصراحة بشكر كل القائمين واحد واحد، ودكتور دكتور وبشمهندس بشمهندس شغالين في الورش دي، لأن فعلا يعني بالرغم الواحد بيعلم نفسه بنفسه وبيعمل فيديوهات مع نفسه وكده، وفاكر يعني ان احنا بدأنا نعرف كده حاجات كتير، ولكن بصراحة كل ورشة بتضيف لنا اكتر من الورشه اللي قبلها يعني. طبعا يعني حضرتك والله يعني بجد يا ربنا يجعله في ميزان حسناتك. الله يخليك. يعني البروجرام اللي حضرتك قلتيه دلوقتي انا كنت ايه في الاول يعني بدات اقول لنفسي طب ما هو نفس الاوبشنز بتاعه الباوربوينت الجديد. اول ما حضرتك دخلتي على السبوت لايت والهايلايت والحاجات بصراحه انبهرت، يعني قلت لا ده كده يغني عن حاجات كتير. انا بشغل برنامج يسجل الشاشه وبرنامج الباوربوينت واقعد اشتغل من الاوبشنز لا بصراحه تحفه. والويب سايت اللي برضو باشمهندسة قالته برضو حاجه يعني فوق الروعه، جزاكم الله خير فعلا. ميرسي يا فندم الله يخليك. يعني الحمد لله انتوا استفدتوا، دي اهم حاجه، ده يعني المطلوب مننا احنا ان انتوا تستفيدوا ونطلع لكم احسن تولز يعني عشان تكون مجانيه وتبقى سهله ومتاحه باذن الله. وطبعا اي حاجه يعني احنا فريق تاديب اصلا، اي حاجه عايزينها على طول يعني موجودين. الف شكر لي. سؤال اتفضلي. سؤال للبشمهندسه اسلام. ماشي اسلام تحت امرك يا دكتور اتفضلي. في البرزنتيشن ما انت اخترتي لوجو هكا، ما انت بيكتشر اوف او هكا. إذا كان أنا أختار نفس البيكتشر ما فيش مشكلة متاع كريتيف كامن أو إيه؟ ما فيش مشكلة أو كريتيف كامن إذا كان نختاره نفس اللوجو. لا عادي، ما هو متاح للكل، بس حضرتك هتغيري بقى التكست اللي فيه ممكن. إيه أما الصورة، أما الصورة هي بيضة صورة. ما هي حاجات جاهزة، هي الفكرة ان حاجات جاهزة يعني ممكن يبقى فيه تكرار، دي حاجات جاهزة ممكن عادي ان انا اختارها حد تاني يختارها. تمام ما فيش مشكلة ما انت فكريت بالكامل أو لا هو مش هيستخدم تجاري يعني، انا لو استخدمته تجاري بقى لا مش هينفع لان هما لازم اخده منهم بفلوس بقى، لكن لو انا عايزاه مكاني متاح للكل اي حد يقدر يعملها طبعا، اللي بفلوس يقدر يغير فيه بقى.
عشان تبقى حاجة اللوجو ده بيبقى حاجة كده يونيك، يعني كل حد بيعمل لوجو فلوس بيبقى حاجة يونيك وبيتسجل كمان، لكن المجاني لا عادي يعني ممكن تكرار. بعدستكم انا هحط دلوقتي اللينك بتاع الدايركت داونلود للبرنامج في الشات، فلو حد حابب ينزله يعني نزله باللينك على طول ان شاء الله. الدكاتره كنت عايزه اقول لحضراتكم في برنامج خفيف كده اسمه فري ميك، لو حد سمع عنه، فري ميك فيديو كونفرتر، تمام؟ سهل جدا لو عملنا سيرش على جوجل، ده هو اصلا فيديو بيعمل فيديو كونفرجن، وكمان من ضمن الحاجه اللي فيه ان انا اقدر اجمع فيديوهات. كان في اكتر من حد سال ازاي نجمع فيديوهات، ده فور فري تمام، ومساحته صغيره جدا واقدر ان انا احط عليه الفيديوهات تحت بعض واجمعهم. وطبعا باشمهندسه ايمان قالت هتعمل سيرش وهتفيد حضراتكم ببرامج اكتر، بس ده انا استخدمته قبل كده كتير فعارفاه، قلت اقول لحضراتكم المعلومه. معلش الإزعاج، باشمهندسة إيمان وباشمهندسة إسلام يعني أفدتونا جدا بصراحة. ممكن أطلب طلب؟ أه طبعا تفضل يا دكتور. أنا عارفة برضو يعني نفس الطلب اللي طلبته مبارح في الورشة، اللي هو بعد إذنكم لهم هترفعوا الفيديوز على أديب اللي هي قناة اليوتيوب. بالله عليكم يعني ممكن لو ينفع يعني سيشن النهاردة دي تتقسم على تو بارتس، يعني كل حاجة تبقى لوحدها، لان دي يعني حضراتكم اتكلمتوا عن حاجتين منفصلتين عن بعض، فياريت لو ايه تنفصل اتنين فيديو يبقوا احسن بدل ما يبقى طويل، يعني يكون كل برنامج لوحده. قصدي حضرتك يعني مثلا شرح يعني الاسلام غيري انا، تمام؟ بالظبط، يعني فيديو بيتكلم على الويب سايت وفيديو بيتكلم عن البروجرام التاني. اوكي تمام تمام يا دكتور، ممكن اعملهم الفيديو تو بارتس، بارت 1 وبارت 2. ممكن نسمي كل واحد باسم البرنامج اللي اشتغلنا عليه. تمام في أسئلة تانية أو حاجة؟ باشمهندسة إسلام لو تسمحي، حضرتك قلتي البرنامج اللي هو بيعمل فيديو إيديتنج اسمه إيه؟ ممكن حضرتك تكتبي اسمه بليز على الشات؟ حاضر، شكرا. هو أنا أوريدي كتبته هكتبه تاني، اسمه فري ميك. سؤال من فضل حضرتك يا باشمهندسة إيمان. اتفضلي حضرتك. بالنسبة للوجو بس حضرتك قلتي لو تجاري مش هينفع إن احنا ناخده أو نستخدمه. انت عايزة باشمهندسة إسلام؟ أنا إسلام. اللوجو أوكي تمام. باشمهندسة إسلام الورشة رائعة جدا جدا، بشكركم جدا جدا عليها، مفيدة جدا بصراحة. اللوجو بس باشمهندسة حضرتك بتقولي لو تجاري مش هينفع استخدمه، هل ده ينطبق على اللي هيعمل مثلا موك بعد كده؟ هل الموك ده يعتبر حاجة من الحاجات التجارية فينفعش استخدم فيه لوجو من الموقع ده لازم اشتريه؟ ولا عشان احنا طبعا لسه جداد بنسمع الحاجات دي لأول مرة، ففي حاجات كده احنا مش عارفين اصلا اذا كانت تجارية ولا لا، فهل اللي هيعمل موك مثلا بعد كده ممكن يستخدم لوجو من الموقع ده؟ والله يا دكتور يعني على حد فهمي، على حد فهمي ممكن دكتور غادة تفيدنا في الموضوع ده اكتر، بس اللي انا فهماه حتى الان ان لو انا اتحت الموك ده فور فري، يعني انا خليته فور فري كده مثلا زي مثلا على موك ايجيبت او كده تمام، لكن لو انا بقى حبيت استخدمه ليا انا واعمل منه مكسب مادي مثلا دي حاجة تانية. هو زي ما دكتور محمود قبل كده قال كان بيقول الموضوع بيرجع في الاول والاخر للضمير، يعني ممكن ناس تاخد الحاجه وتستخدمها تجاري، بس ده طبعا كل واحد وضميره. يعني المفروض القواعد اللي قدامنا احنا نلتزم بيها ان انا لو هكسب منه حاجه ما استخدموش، يعني مش هينفع استخدمه. لكن ممكن استخدمه في المصادر المفتوحه الاي اي ار عادي. أيوة. هحطه مفيش. أيوة. مشكله، متاح مجاني. وبعدين برضو انا يعني هقول ان اللوجو ده ميد باي ريندر فورست، يعني انا هرجع برضو ايه للي عمله. تمام تمام. اي حاجه هعملها حتى الفيديو بتاع ريندر فورست الووتر مارك اللي موجوده فيه بتقول ان انا عملته بريندر فورست، فده دعايه للويب سايت، هم بيستفيدوا انهم ينشروا حاجات مجانيه ويعملوا ليهم دعايه في نفس الوقت. صحيح صحيح. طب اللوجو المفروض لما هقول ان هو اتعمل بواسطه الموقع الفلاني ده بكتبه فين؟ ورا خالص في الاخر في مع الريفرنس، يعني مثلا الحاجات كلها اللي متاخده بكتبها في الاخر مع الريفرنسز
عشان اقول للناس اللوجو ده متاخد من المكان الفلاني؟ ممكن يعني تبع الكرياتيف كومنز بقى ممكن اكتب بقى فيها، يعني بعد ما عملت اللايسنس دي اروح كاتبه زي نوت كده مثلا ان ده باي لوجو ميد باي كذا. تمام تمام. طب سؤال اخير باشمهندسه اسلام، حضرتك وكنتي بتشرحي الفيديو علقتي على الجزئيه بتاعه الصوت، قلتي ممكن اضيف صوت. انا المفروض الفيديو بتاعي جاهز ومعمول مثلا بالباوربوينت وكل سلايد عليها الفويس بتاعها وفيديو تعليمي، فممكن حضرتك بس تشرحي لي مثال ازاي انا احط فويس تاني، او الفويس ده هيكون ايه هدفه، هيكون مثلا ازاي يعني اذا كان هو اصلا الفيديو كله كامل بالفويس بتاعه. حضرتك بتقولي انك عامله السلايد بالصوت بتاعها، لو انا عامله البرزنتيشن ما فيهاش صوت، انا اصلا البرزنتيشن بتاعتي مش بالصوت، فانا عايز اضيف صوت، لو حضرتك ضفتيها بصوتها فكده كل سلايد ليها الصوت بتاعها، لكن انا دلوقتي حتى برزنتيشن او سي مثلا ما فيش برزنتيشن اصلا، انا دخلت اشتغلت كده فروم سكراتش زي ما انا عملت البروجكت، ما حطيتش بريسيت من قبل كده، هو البرنامج انا فتحته على طول وحطيت سينز جديده، طبعا السينز ما لهاش صوت صح؟ صحيح. فانا لو عايزه اعمل بقى فويس اوفر عليها تمام، هسجل انا وقتي على الويب سايت. طب في مثلا حد بعرف في الصوت، اعرف اعمل اديت للصوت واظبط اشيل النويز واظبط الدنيا، لا اسجل بقى عندي الاول على جهازي واشتغل مثلا ببرامج صوت زي اوداستي او اوديشن او وات ايفر التول اللي انا بستخدمها، اعدل الصوت واظبطه وانقيه وبعدين اعمل له ابلود على البرنامج، ده متاح وده متاح. طب مش عايز صوت خالص، اقدر احط ميوزك من البرنامج، اقدر اجيب ميوزك اللي انا عايزاها واعمل لها برده ابلود، كل ده متاح. الف شكر لحضرتك، الف شكر، الف شكر على المجهود الرائع، جزاكم الله خيرا. شكرا دكتوره. هو لينك البروجرام او الويب سايت موجود على الشات؟ الويب سايت ريندر فورست لا في البرزنتيشن، بس لو حضرتك عايزاني ابعته لك على الشات ابعته على الشات. ولينك البروجرام يا ريت يبقى، يا ريت يبقى في الشات بعد اذنك. البروجرام لينكو انا حطيته اسمه ايكيفو انوتيتور، هتلاقيه موجود على الاسم ده على الشات. لا والريندر، الريندر كمان والريندر فورست برضه الدكتوره اسلام هتحط فورست اهو تمام، بعته على الشات بعته. طيب فالاثنين دلوقتي موجودين على الشات حقيقي، انتم اكثر افاده لينا من اي شيء، شكرا لكم. شكرا لكم، وحسيب لحضراتكم الايميل بتاعي، واعتقد انا سبت رقم تليفوني على الشات كذا مره لو اي حد عايز يسال اي حاجه على الواتس، وكمان هكتب الايميل لو حد جرب بالبرنامج بالويب سايت وقفت معايا اي حاجه وعايز يستفسر في اي وقت تحت امر حضراتكم. احنا بنشكركم افدتونا وامتعتونا، بس مش عايزين ننسى ان اللينك بتاع تسجيل الشهادات موجود في الشات. نزل تمام. ان شاء الله نشوفكم في ورشه عمل تانية ومشرفينا دايما. ميرسي يا دكتور، شكرا شكرا، صباح الخير.